هل تشوف أنه للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في الترويج للسياحة الجزائرية؟ هي أكيد لازم نستغل كامل العوامل اللي تروج للسياحة. يعني نقدر نستغل حتى الشخصيات المعروفة في الجزائر ومؤثرة في الخارج، يعني من لاعبين وممثلين، ونستغلوا كامل هذه الشخصيات باش نروجوا للسياحة. يعني المؤثرين مثلا الدقس وخوباي، يعني يعملوا في عمل يعني مميز جدا حقيقة، يروجوا للسياحة، يعرفوا المواطن لما يروح مكان سياحي ها واش كاين فيه، واش تقدر تلقاه، واش ما تقدرش تلقاه. يعني السائح يروح يمشي على باله وين راهو رايح. دونك هذا عمل مميز ونحييهم عليه. هذا هو التأثير بحد ذاته، التأثير الإيجابي. هذا التأثير الإيجابي والبناء اللي يخدم السياحة الجزائرية أو يخدم الجزائر بصفة عامة. دونك لازم نستغل. حكيت على التأثير بصفة، يعني نحكي عليه التأثير. مثلا لاعبين تاعنا، احنا ديجا كنا في خنشلة حكينا على هذا الموضوع. لاعبين دوليين جزائريين في الدوريات الكبرى، يعني عندهم شعبية كبيرة في الدوريات الكبرى، علاش ما نستغلهمش باش على الاقل في مواقع التواصل الاجتماعي يديروا مقاطع ترويجية للثقافة الجزائرية، للسياحة الجزائرية، يكونوا هما سفراء الجزائر، سفراء السياحة الجزائرية وسفراء الثقافة الجزائرية في الخارج، علاش لا؟ نعم. دونك ان شاء الله تؤخذ هذه النقطة، لأنها فاتت كتوصية، ان شاء الله تؤخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، ونحاولوا اننا نستغلوا هذه الشخصيات الجزائرية باش تروج للسياحة وباش تعرف بالجزائر، لأنه الجزائر كانت معروفة من قبل، كانت نظرة سوداوية، كانت اسمها مقترنا بالارهاب، مقترنا يعني بعوامل عديده، يعني في سنوات الجمر، الان لازم احنا ننفتح شويه، لازم ننفتح على العالم، ونزيد ناكد على نقطه واحده اخرى. لما نحكيو على السياحه لازم، انت حكيت لي على التاثير وعلى السياحه، يعني باش تاثر لازم تستعمل اللغه اللي راح تستعملها في التاثير نتاعك. دونك كاين بزاف عوامل، اللغه هي عامل اساسي في الترويج.